أعظم الناس قدرا صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله وهو من الصحابة الكرام: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابتسم لي، ما نزل قدره ولا قلت مكانته من الابتسامة، بل كانت منقبة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالابتسامة لا تنزل قدر الرجل ولا تضعف مكانته، إنما ترفع قدره وتعلي منزلته بما يدخل به السرور على غيره.